السلام عليكم خوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مهم كيف عودناكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على كيفاش تصوب ترطيبه الكليان بطريقه سليمه، يعني بدون ضرر بدون حتى شي حاجه. بقاو مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه الصحيحه اللي كنخدموا بها الترطيبه للشعر. وهنا الخوت، من بعد ما خلط الترطيبه عندي واحد الفيديو ننصحكم ترجعوا تفرجوا فيه، ديال كيفاش تخلط الترطيبة بشكل صحيح. مهم هنا الخوت الطريقة ديالي غادي نوريها لكم ان شاء الله، واللي هي هذه اللي كتشوفوا في الفيديو. كنخدم انا غير الشعر، يعني ما كناديش الجلدة ديال الراس نهائيا. اي برودو كيف ما بغى يكون، يعني غتحاول تخدم غير الشعر بعيد على الفروة ديال الراس. ممكن نبقى نخدم بهاد الطريقة هادي الشعر كامل، يعني كنمشط عادي حتى كيتسرح. المهم بقاو مع الفيديو حتى الاخر ان شاء الله باش تعرفوا الطريقة الصحيحة. المهم الخطوة الثانية الخوش، من بعد ما ساليت المشاط كيف ما شفتو كنشد بانسو وكنحاول ندرك دوك الخطوطة ديال المشطة اللي درت غير باش تسخن شوية وما يبقاش يدخل البرد. المهم بهاد الطريقة هادي كنبقى نزيد واحد شوية ديال الترطيبة وكنبقى نخدم، كنبقى بحال نغطي دوك كيف ما كتشوفو فيديو، راه ما بقاش داك لاطراس ديال المشطة. المهم هادي غير معلومة باش تزيد تخلي الترطيبة تشد مزيان في الشعر. مومال الدراري، من بعد ما درت الطريقه ديال البانسو اللي وريتكم كندير لها البخار مباشره باش تسخن. نفهمكم هاد القضيه ديال البخار. مهم التيفريزاج او الترطيبه ملي كتحط في الشعر كتبغي واحد الوقت اللي هو طويل، يعني تقريبا على حساب كل واحد والشعر ديالو، كاين اللي نص ساعه كاين اللي ساعه. ما الا درتي البخار مثلا كتكون 30 دقيقه كتولي غير 25 ولا ربع ساعه. مهم السخونيه ضروري منها. كاين الناس كيديروا بلاستيكا عادي، مهم ان البرودو يسخن في الشعر. هنا الخوش، من بعد 25 من 25 حتى 30 دقيقة. المهم انا حطيت البرودو كيف ما شفتوه ابيض، وهنايا ولا صفر، يعني البرودو طالع مزيان والعملية ناجحة 100%. يعني اي واحد خدم ديفريزاج ومن بعد ما خدم ديفريزاج ودار المشطة بهاد الطريقة وبدا كيمشط وطلعت لي صفورية، يعني الترطيبة طلعت وبدات كتشد في الشعر.
انا العمليه اللي غادي نقول لكم اللي غادي نديرو، نتوما ديجا شفتوني كنت خدمت واحد المشطة اللي هي غليظه، دابا درت هذا المشطة اللي رقيق. يعني واحد الملاحظه الدراري، البرودو كيخوى من الشعر، يعني خاصك تخويه 100%، خاصك تبقى تمشط تتحيد البرودوي نهائيا من الشعر. يعني تقدر دير مشطه رقاق من هذه، الاهم هو انك تركز على لي غاسيل اللي كاينين وتحاول تمشط الشعر كامل، وفي نفس الوقت تحاول تحيد البرودوي من الشعر. صافي، من بعد المشاط مزيان الخوت كيف قلت لكم يتحيد البرودوي من الشعر، كنغسلو بالماء دافي، بالماء دافي. يعني ديجا الزغبه واكله العصا وغتزيد تعطي الماء سخون، غادي تقدر تطلع في هذيك الحروشيه. مهم الغسيل كيتغسل بالماء دافي، ما يكونش بارد وما يكون سخون. من بعد الخوت غادي نجيبو ان شاء الله الشامبو ديالها اللي هو رقم 2، وغادي نغسلو به ان شاء الله الشعر. مهم من بعد ما غسلنا الشعر ما كننشفوه موالو، يعني كننشفوه غير بفوطة، ما كنديروش ليه سوشوار، كنديرو واحد العبار للشعر. هذا راه ديميلور الخوت، راه مهم كيجي مع الترطيبة، وضروري حتى هو يدار في الاخر كيفيكسي الخدمة وما تيخليش ديك الحروشية ديال الشعر. ممكن ديرو وكيبقى تقريبا لواحد المدة ديال 10 دقائق، هو ما عندو حتى شي تأثير، بالعكس هو غير بلسم صافي، وكنبقاو نمشطو بحال هكا. بغيتي تخليه في الشعر ما كاينش مشكل، حتى تغسل به في بلاصه الشامبو، او بغيتي ديرو تقريبا المده ديال 10 دقائق وتغسلو. المهم الخوت هذه النتيجه ديال الترطيبه، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ولا عجبك الفيديو استفدتي ما تنساش تخلي لنا واحد لايك، اقل حاجه غادي دير. وبالنسبه للناس جداد اللي غادي يشوفوا ان شاء الله هذا الفيديو، ما تنساش الى عجبك الفيديو